خليني أرجع أخذ المكالمة مرة تانية من أم عماد. أهلا وسهلا أم عماد، أنت معنا على الهواء. ألو. أهلا أم عماد، تفضل. أنت معنا على الهواء. ألو. أيوة أخي نزار، ربنا معاك ويباركك. أهلا وسهلا. الله يخليك. أنا بصراحة عايزة بس أعمل مداخلة، عايزة بس صوتي يوصل للقنوات كلها عن طريق قناتكم. الحقيقة لما بسمع أي أخ مسلم يعني يعمل مداخلة ويقول أين قال المسيح أنا هو الله عبدوني وكده، أنا بس نفسي في حاجة واحدة، يعني لو أي مقدم برامج في أي قناة مسيحية قال للي بيكلمه الأخ المسلم ده إن في 600 سنة قبل الإسلام ما يجي، 600 سنة الناس شافت وعينت وعاشت الأحداث دي كلها، وبعد كده يجي بعد 600 سنة يقولهم لا صلب ولا شبه له مش عارف ايه، وما قتلوه وما صلبوه. نعم. فأنا نفسي بصراحة أي مقدم برامج لما يدخل له حد من الإخوة المسلمين وبدل ما يضيع وقتنا يقول له على طول ده في 600 سنة كل الناس شافت وعينت وعاشت 600 سنة قبل الإسلام، ما يجيش الإسلام بعد المدة دي كلها ويلغيها بكلمتين. نعم أوكي. يعني معايا يا أخ نزار. أنا فاهم عليك أم عماد، رسالتك وصلت. يعني إحنا من هذا البرنامج دائما منعالج هذه الموضوعات، موضوع الصلب والقيامة ولاهوت المسيح، وطبعا طبعا منجيب الأدلة وكل هذه الأمور. لكن أنا بشكرك من كل قلبي وربنا يعني يوصل ندائك للجميع. لأن أي أخ مسلم بيدخل مش واخد باله خالص، يعني عقله ملغي إن في 600 سنة قبل دينه ما يجي كان في 600 سنة المسيحية منتشرة في العالم وقتها. أنا فاهم عليك، أنت بتعني عن الدلائل. طبعا طبعا الدلائل لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى طبعا. شكرا كثير. ربنا معاك وربنا يكمل على خير برنامجك. الرب يباركك أم عماد، شكرا كثير كثير على هالمداخلة.